سلمى الميلاح من رئيس جمعية الكوثر، رئيس فخري لجمعية ليبيا لكفالة اليتيم، عضوة في الشراكة. وجدت نفسي في هذا المجال بالذات أن في وقت لقيت أن فيه أن الضغط اللي صار للبلاد والنزوح، وكان عندي يعني جميع المقومات، ولقيت الناس في حاجتي في الموضوع الخيري هذا، فانطلقت فيه والحمد لله. أكثر منجزات أفتخر بها كان في عندي تكليف لأطفال التوحد في مصر، وذهبت معهم وكان تجربة حلوة وكان استفدت منها، ومن يومها كان من اهتماماتي. كان عندي برضو المشاريع الصغرى، وهالمشاريع الصغرى هذه من أجمل ومن أروع ما درت، ونفتخر بهم وسعيدة جدا أنهم طبعاً 64 مشروع صغير. نقلة النساء واجد كان نقلة جذرية في حياتهم ومعتمدات على أنفسهم. أنا لازم تطلع وتخرج تشارك في منطقيات، تشارك بأفكارها، تشارك بمجهودها. يعني الشابة فرصتها في هالسنوات هذه فرصتها أنها تطلع وتحسن من نفسها وتحسن من مستواها.